ولكن تجربة عنيفة بس من دون استفزاز. أسرار ناصر أصلاً هي قصة مختلفة عن اللي موجود في الوطن العربي، قصة خيال علمي، كل واحد داخله طفل، وإذا مات الطفل هذا يموت الشخص نفسه. فكريني من وين جتش فكرة هالاختراع؟ مقتنعة إن إحنا نقدر نسوق من دون إيدين؟ يوم أسوق السيارة مرات أنسى إيدي وإيدي على التلفون وأسوق أسوق. ما الذي كان يفعله؟ حين عاد رأيت دما يتقاطر منه وكان يغني، عراقية كانت الأغنية. من الآخر في الأوقات التالية على دي أم تي في.